فيو هذه اللي لون احمر، اذا قال لك ما هي كوماندات الباك ستيج فيو بلا ما يقول لك كوماندات الفايل تاب. انت لازم تعرف هي الباك ستيج فيو هي البوب اب ويندوز اللي نسميها الفرعيه على صفحه اثناء ما نختار الفايل تاب، ففيها الانفورميشن انفو نيو او نيو فايل اوبن previous file save save. هاي ايضا مشتركه بينه وبين كل تطبيقات المايكروسوفت. تطبيقات المايكروسوفت اوفيس الكويك اكسس تول بار ايضا هذا مشترك بين كل التطبيقات، هو عباره عن كوماندات في اعلى يسار يسار نعم أعلى يسار الشاشة فيه functions أو وظائف للاختيار السريع أو تطبيق عملية بسرعة. إحنا قلنا أكو save و save as و open بال backstage window.